وإلى صورة المساء وفي مظلة الحب وتحت مظلة الحب النهاردة مع حضراتكم وقفات مختلفة، لكن هذه الوقفة هتكون بين الإنسانية والوفاء من الإنسان للحيوان، وأيضا الوفاء من الحيوان للإنسان. مظاهر الحب المختلفة اللي في الحياة النهاردة الوقفة مع واحد من أشهر الكلاب في العالم، حكاية صورة. النهاردة القصة هي وفاء حتى الموت. هذا الكلب اللي هتكون صورته مع حضراتكم دلوقتي هو الكلب هاتشيكو أو هاتشي. هذه الصورة تم التقاطها في ما بين يعني صورة من 1935، لأنه مش محدد تحديدا توقيت الصورة، ولكن هي تحديدا يعني في سنوات 1935. هذه الصورة تحديدا هي في 1935، الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي مارس 1935. إيه حكاية الصورة وإيه حكاية الكلب؟ الكلب ده كان في اليابان، في منطقة من مناطق اليابان، كان هناك أستاذ جامعي، تمام؟ كان هذا الكلب اللي هو هاتشي، ومن فصيلة يابانية بالمناسبة أصيلة، كان بيعيش مع هذا الأستاذ الجامعي اللي كان اسمه أونيو هيديسبارو، أوينو هيديسبارو، ده كان اسم الأستاذ الجامعي. الكلب ده كان مسميه هاتشكو أو هاتشي، وخد الكلب ده وهو صغير، وجده في مكان وخده واحتواه ورباه لحد ما كبر الكلب بقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. وبعدين كان هذا الرجل بيشتغل في منطقة بعيدة عن المكان اللي هو فيه، المكان اللي هما فيه كان اسمه شيبويا في اليابان. كان بيحصل ايه بين الراجل الدكتور الجامعي وبين هذا الكلب؟ كان الرجل كل يوم وهو رايح الجامعة الشغل بتاعه، الكلب بيخلصوا حاجتهم في البيت مع بعض، ويأكل الكلب ويفطر، ويمشي معاه الكلب لحد محطة قطار شيبويا. يقف الكلب ينتظره على باب المحطة، يركب الأستاذ الجامعي القطر، يروح الجامعة بتاعته، يخلص المحاضرات، يرجع في حدود الساعة 2 الظهر، الساعة 3، يلاقي الكلب منتظره قاعد على باب المحطة. كان يحط للكلب أكل ومية جنب باب المحطة، والكلب يفضل منتظر لحد ما الأستاذ الجامعي يرجع. استمر على الحال ده مع الأستاذ الجامعي لفترة حوالي 6 أو 7 سنوات، يستناه يروح يرجع يقعد على باب المحطة ياكل ويشرب لحد ما صاحبه يجي ياخد الطبقين بتوع الأكل ويمشوا لحد البيت سوا. في يوم الكلب هاتشي مع الأستاذ الجامعي وينو، الأستاذ راح ومرجعش. حصل إيه؟ الأستاذ الجامعي حصلت له مشكلة أو أزمة قلبية في أثناء عمله بالتدريس للطلبة ومات، وحضروا أهله ودفنوه، وهذا الكلب منتظر أمام محطة شيبويا أنه الأستاذ يرجع أو الدكتور يرجع. فات يوم وهو منتظر، يومين، الأكل اللي قدامه والمية خلصوا، بدأوا الناس يحطوا له أكل ومية وهو مستمر يمشوه ما بيمشيش، لحد فترة 10 أيام 15 يوم بدأ الناس اللي في المحطة يلاحظوا، خدوا بالهم أنه الكلب ده بتاع الدكتور أوينو اللي بيجي معاه وبينتظره على الباب وبيمشي وبيرجع. حاولوا يقنعوا بقى الكلب يمشوه ياخدوه يودوه البيت هناك عند المكان اللي كان فيه، يرجع تاني ينتظر على باب المحطة. طيب الكلب ده قعد قد ايه منتظر صاحبه؟ الكلب ده قعد 1 و2 و3 و10، 10 سنين منتظر على باب محطة او مدخل محطة شيبويا، منتظر انه صاحبه الدكتور وينو يرجع ويلاقيه موجود في نفس النقطة اللي هو بيسيبه فيها. الناس تحط له اكل، الناس تعمل له مكان يتدفى ويقعد فيه، الناس وهو منتظر يمشوه ويرجعوه، مفيش فايده. لحد ما الصحافه بدات تاخد خبر بالقصه بعد 10 سنين من الانتظار، بقى حديث المكان كله، الصحافه خدت خبر، بداوا يصوروا الكلب، بدات الناس تهتم بقصه الكلب، بدات الناس تتفاعل مع قصه الكلب، بدات الناس تروح للكلب وتتعاطف معاه وتطبطب عليه، وهذا الكلب 10 سنوات منتظر صاحبه على باب المحطه يرجع. لحد ما الكلب مات أمام باب المحطة بعد 10 سنوات من الانتظار. لما مات هذا الكلب، قرر الناس، أهل هذا الدكتور الجامعي دكتور أوينو والعاملين في المحطة بتاعت شيبويا القطار وبعض الرهبان من المعابد المجاورة ومن أماكن مختلفة، قرروا أن هم يعملوا له جنازة زي جنازات البشر بالظبط. عملوا له بالفعل جنازة تقديرا لهذا الحب والوفاء والانتماء والإخلاص اللي كان عند هذا الكلب 10 سنين مستني صاحبه على باب المحطة. لحد ما أخذوا الجثمان أو الجثة بتاعة الكلب وعملوا له قبر جنب قبر صاحبه، حطوا عملوا له قبر على شكل بيت كده أو حاجة بالشكل ده ودفنوه. وبعد ذلك ما اكتفوش بكده،
في ناس قالوا ان هم اخذوا جثة الكلب وحنطوها بعد يوم، اخرجوها وحنطوها وضعوها في المتحف عشان الناس تتزور مع هذا الكلب وتشوف قد ايه الوفاء، وناس تانية بيقولوا لا دفنت الجثة وعملوا زي هيكل شبيه لها في المتحف، اشياء من هذا القبيل. لكن الشاهد من القصة انه في حد تاني جه وعمل تمثال للكلب على باب من البرونز على باب محطة شيبويا تقديرا لوفاء الكلب. وفي الحروب والصراعات اللي حصلت هذا التمثال تم اخذ الحديد والبرونز والحاجات اللي فيه واستخدموها، فراح حد تاني عامل تمثال تاني وضعه أمام باب المحطة، وهذا التمثال موجود لحد النهاردة ليوثق قصة الحب. ودي صورة لما الكلب مات والناس مجتمعة حوالين الكلب بيصلوا له بقى ما بين عيلة الدكتور وناس تقديرا لهذا الحب وهذا الوفاء قاعدين. والتقطت الصورة لأنه كان فيه اهتمام من الصحافة اليابانية وانتشر الموضوع لبرا اليابان طبعا بهذا الكلب، والتقطت ليه أكتر من صورة على مدار رحلة انتظاره خلال 10 سنوات، وكانت هذه الصورة الأشهر اللي التقطت لهذا الكلب بعد رحيل الكلب هاتشي لتوثق هذه الصورة. واحدة من مع التمثال طبعا اللي موجود دلوقتي، واحدة من أهم وأروع قصص الوفاء والحب بين الإنسان والحيوان، الوفاء بين الدكتور وينو اللي كان عطوف وحنون جدا على هذا الكلب وبين الكلب هاتشي. دي كانت صورتنا النهاردة اللي اخترناها لحضراتكم، صورة هذا الكلب وهذا التوثيق. ودايما أقول لحضراتكم أنه الصورة بتاريخ، والصورة توثق أكثر من الكلمات، والصورة تعبر أكثر من مليون كتاب. ممكن صورة واحدة يعني تقيم الدنيا ولا تقعدها، ممكن تقعدها، وممكن صورة واحدة تغير مجرى تاريخ، وممكن صورة تغير مسارات سياسية. الصورة تتحدث دائما بما لا يمكن أن يتحدث به الجميع.